ماذا يحدث للجنين عندما تبكي الأم أو تتعرض للاكتئاب أثناء فترة الحمل؟ أهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتعرض السيدات الحوامل للعديد من التغيرات الهرمونية أثناء فترة الحمل وهو الثابت علميا ولكن هل حزن المراه الحامل بالتحديد اي تاثير سلبي على جنينها وفقا لدراسه اجراها مجموعه من الباحثين في جامعه زيورخ اوجدوا ان التمثيل الغذائي للجنين يتاثر بحزن امه حيث يؤدي حزن الحامل الى تغيرات هرمونيه سريعه تؤثر بشكل مباشر على جنينها ويؤدي حزن المراه الحامل الى زياده الكورتيزون وهو هرمون التوتر لدى المراه والذي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي بالنسبة للجنين، ومن أجل ذلك وجدت قاعدة مفادها أن الحالة النفسية للمرأة الحامل قد تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على جنينها أثناء فترة الحمل، فمن الطبيعي أن يكون لدى الحامل شعور بالحزن أو الألم، ولكن نسبة هذا الشعور هو الذي يمكن أن يعول عليه في تأثيره على الجنين ونموه فالجنين يتأثر بالصحة العقلية والنفسية للأم حسب ما قرره مجموعة من الباحثين في هذا الشأن. وأثبت الباحثون أن المشيمة تتأثر بالحالة النفسية والعقلية للمرأة الحامل ومن ثم يتأثر الجنين داخل الرحم وذلك خلال فترة الحمل. فقد تعاني الأم من القلق أو من الاكتئاب وهذا ما يسمى اكتئاب ما قبل الولادة. وللحد من هذه المخاطر من المهم جدا تناول نظام غذائي جيد للأم وممارسة النشاط البدني والرياضي بانتظام، ويعتقد الكثير من الناس بطريق الخطأ أن المرأة التي تتوقع طفلا يجب أن تشعر بالضرورة بالبهجة طوال الوقت، وإن كانت هذه الفكرة المسبقة تعزز الشعور بالذنب لدى النساء اللاتي يعانين من اكتئاب ما قبل الولادة، لذلك من المهم جدا حل هذه المعضله التي يمكن ان تولد في بعض الحالات زياده نسبه الاكتئاب لدى الام الحامل. ارجو ان يكون الفيديو قد افاد حضراتكم بمعلومه وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمه باذن الله اترككم جميعا في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.